السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أجرب معكم شيء جديد بالنسبة لي، هذه تجربة بالنسبة لي. أنا ما قاعد أعلم أحد شيء، ولكن مجرد قاعد أشارككم تجربتي في الموضوع، وأنا متأكد أنه في منكم أخبر مني في الموضوع ومجربين الموضوع أكثر مني، ولكن حاب أن أجرب هالموضوع بما أنه هو نوع من أنواع الزراعة الحديثة، فحبيت أن أجربه كتجربة أن أستفيد منها وأتعلم منها شيء جديد. اللي حاب أسوي أني عندي هذه الشتلتين فلفل اللي هو البوتجلوكيا، هذه فلفل بوتجلوكيا أو الجوست بيبر المشهورة اللي كانت تحمل رقم القياسي في موسوعة جينيس إلى حد 2007، فراح أنقلها من التربة إلى الهيدروبونيك، راح أزرعها في الهيدروبونيك اللي هي في الحبيبات الهيدروستون. هذه حبيبات هيدروستون اللي هي أو هيدروتون، في ناس سميها هيدروتون في ناس هيدروستون، العموم هي مجرد حبيبات فخار منفوشة فيها فتحات إن تمسك الماء وتحتفظ فيه، ولكن ما فيها أي عناصر غذائية. عندي علبة بروتين فاضية، فاللي راح أسويه إني راح أقطع الغطاء، راح أقطع هني وراح أحط فتحة بس على أساس أقدر أسلك خرطوم الهواء. عندي هني محلول الهيدروبونيك عبارة عن جزئين، محلول A ومحلول B، لازم نخلطهم نسبة وتناسب إلى كمية الماء اللي هني. أنا قست سعة الماء تقريبا راح تكون 3 لتر إلى 3.5 لتر ماء، راح أستخدم ماء محلى، ماي حلو غير ماي الحنفية، على أساس بس أشيل منه الكلور والكلورين، كلورامين عفوا، راح يكون ماي صالح للشرب راح أستخدمه هني. أيضا المواد اللي راح نحتاجها، راح نحتاج مضخ أو بامب هواء اللي يستخدم في أحواض السمك، نحتاج حجر اللي هو مال ضخ الهواء أو إيرستون، راح نحتاج خرطوم حق توصيل الحجر بالبامب أو المضخ، يفضل انه يكون اسود او معتم ما يكون شفاف على اساس انتفاضة نمو الطحالب، واحتاج بي اتش متر او قياس نسبة بي اتش الماي عندي واحد، واحتاج السلة هذه اللي ممكن نحصلها في المشاتل الزراعية او نطلبها من الانترنت. هذه اعتقد 3.5 انش او 5 انش، ما اتذكر الصراحة. وطبعا مثل ما ذكرت الهيدروتون او الهيدروستون. فاول خطوه راح اسويها اني راح اقطع واحط ثقب في علبه البروتين هذه. فمثل ما احنا شايفين انا قطعت فتحه العلبه مال البروتين وفتحت هاي الفتحه هني هذه، بس على اساس ان اقدر اسلك هذه الخرطوم عن طريق هذه الفتحه وانزل الحجر داخل. الفكرة هي ان البامب راح يدخل اكسجين حق الجذور، لان الجذور تحتاج اكسجين، فراح يكون في ماء ولكن راح ايضا يكون في اكسجين لتهوية الجذور، لان النبتة ايضا تستوعب الاكسجين من جذورها فتحتاج اكسجين، ولو خليناها في ماء فقط راح تموت لان الجذور راح تتعفن، فنحتاج نضيف اكسجين على اساس ما تصير عندي البكتيريا المضرة اللي هي الانيروبيك، فاحنا نخلي البكتيريا المفيدة اللي هي الأروبيك بكتيريا. فاللي راح أسويه الحين إني راح أزيل هذه الشتلتين. مثل ما احنا شايفين إن الجذور وصلت إلى أسفل الأصيص، فراح أزيلها وراح أغسلهم، أغسل التربة منهم وراح ننقلهم إلى هذه الشبك هذه أو الأصيص اللي فيه فتحات يسمى نتي كاب، ممكن إذا نبغي نبحث عنه في النت اسمه نتي كاب، راح نحصله في المواقع أمازون وغيرها يبيعونه بكثرة يعني، وسعره ما يكلف شيء الصراحة. فراح أول شيء أغسل النبتة. الحين مثل ما احنا شايفين احنا غسلنا جذور النبتة، فاللي راح أسويه إني راح أسلك الخرطوم وأحط الحجر من داخل العلبة، فمجرد أشبكه فيه وأتأكد إنه محكم، هذا الشكل، وأخليه في أسفل
العلبة أو بهذه الطريقة، أنه يكون وجه الحجر إلى الأعلى. مهم أن إحنا لما نشتغل نخلي النبتة جذورها رطبة ما تجف، لأن الجذور تحتاج رطوبة وخطر أن تجف على سلامة النبتة. فاللي راح أسويه الحين أني راح أضيف المحلول المغذي، راح أضيف المغذيات A و B 5 ملي لكل لتر من الماء حسب إرشادات هذه المحلول. طبعا كل محلول يختلف فإحنا نتبع الإرشادات. هذه محلول أنا أشتري محليا 5 ملي في كل لتر، فعندي 3 لتر من الماء هني، راح أضيف 15 ملي من كل صنف، من A 15 ملي ومن B 15 ملي اللي هي 1 تيسبون أو ملعقة شاي، ولكن ملعقة قياس، ما تكون الملعقة اللي نستخدمها العادية في الشاي العادي، لا تكون حسب قياس. الخطوة التالية أني راح أحط هذه السلة، وبعدين راح أحاول أني أنزل الجذور من السلة على الأقل أنها تنزل في الماء قد ما أقدر. راح أحاول أني أخليها تنزل من السلة بدون ما أسبب أي ضرر للجذور. والحين راح أملأ بالهايدروتون أو الهايدروستون على أساس بس أثبت النبتة. راح أحتاج شوي أكثر. تثبت واللي راح اسويه الحين اني راح انقل النبتة الى داخل البيت تحت اضواء زراعية، وراح احطها داخل وراح اوصل المضخ في الخرطوم، وراح اشغل الاكسجين او المضخ. راح يكون شغال 24 ساعة، ولكن المصابيح الزراعية او الانوار الزراعية راح تكون شغالة لحوالي 12 ساعة في اليوم فقط. فراح يكون في مؤقت اوتوماتيكي يشتغل ويفصل حسب التوقيت اللي انا حاطه، فيفتح 6 الصبح ويسكر تقريبا 6 المساء، فتحصل النبتة تقريبا 12 ساعة من الاضاءة أساس تنمو وعندنا الجذور في الماء وفي المحلول، وإن شاء الله راح نشغل الأكسجين. وبهذه الطريقة عندي الفلفلة هذه راح تنمو بشكل هيدروبونيك. طبعا الهيدروبونيك ما يعتبر طريقة عضوية للزراعة لأن ما في تربة والمحلول مب طبيعي، يستخرج من مواد طبيعية بعضها ولكن ما يصنف كطريقة أورجانيك للزراعة أو عضوية للزراعة. الخطوة الأخيرة بعد ما نقلنا النبتة في نظام الهيدروبونيك اللي سويناه، أني نقلتها إلى داخل المنزل وضعتها تحت هذه المصباح اللي هو تقريبا 80 واط LED، مصباح زراعي، فمن كذي نشوف شوي اللون صاير بنفسجي شوي، ولكن هو يقارب الضوء اللي النبتة تحتاجه في الخارج، فهو تقريبا نفس التركيبة ولكن احنا نشوفها شوي بنفسجي في الداخل. وصلت الخرطوم في مضخ الهواء هذه، ودائما ينصح انه يكون المضخ ارفع من مستوى الماء على اساس لو فصل او صار شيء الماء ما يرجع إلى داخل المضخ ويخترب عليه المضخ. فراح أخلي النبتات داخل البيت الفترة وراح نتابعها.
راح اتفقدها مره في الاسبوع على اساس اشوف مستوى المحلول ونسبه البي اتش. وطبعا الاناره تشتغل تقريبا 12 ساعه مثل ما ذكرت. ففي عندي تايمر او جهاز اوتوماتيكي انه يفتح الاناره وقت معين ويسكرها وقت معين. فما احتاج ان اتابعها او اشغلها بشكل يدوي. هذه الجهاز ينظم لي الاناره متى تفتح ومتى تسكر بشكل يومي. المضخ الهوائي راح يبقى شغال طول الوقت على اساس الجذور تتهوى طول الوقت. فراح نتابع تطور هذه النبته وراح اخلق لها سلسله ان شاء الله اذا نجحت واستمرت. فراح ابتدي اضيف لها فيديوهات واشارككم التجربه. اللي عنده خبرة في هالموضوع ممكن يشاركني إياها في قسم التعليقات ونستفيد من خبرتكم. مثل ما ذكرت أنا ما أدعي أي خبرة في الموضوع، هذه مجرد تجربة حاب أجربها وأتعلم منها. فأتمنى أن تستفيدون أيضا من تجربتي بغض النظر إذا نجحت أو فشلت. أتمنى أن أقدر أفيد بمعلومة عن طريق خلال تجربتي أنا. أتمنى أن استفدتم من هذا الفيديو، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن. وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. في أمان الله.